السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد أوقاتكم بكل خير. معكم طارق الجاسر. اليوم عندي فتح صندوق للكاميرا المخصصة للفلوجرز ومحبي تصوير الفيديوهات الشخصية العائلية. إذا عندك قناة على اليوتيوب أو تحب تصور لحظاتك، في هذه الكاميرا مميزات كثيرة. الحين بفتح الصندوق وأشوف إيش اللي موجود بداخلها. طبعا أنا طلبت الكاميرا وجاء معاها عصا خاصة فيها. طبعا الكاميرا هذه اسمها سوني زي في 1، العدسة 24-70. في البداية عندنا هنا المانيوال، هذه كلها مانيوال ما شاء الله. هذا أول شيء الفرو اللي قلت لكم هذا، وحاطين فيه قطعة صغيرة من البلاستيك عشان دخله في الكاميرا من الأعلى. طيب هذا أتوقع الشاحن، هذا اليو اس بي الإصدار القديم، ما هو اليو اس بي الإصدار تايب سي. بسم الله نشوف هذه بطاريتها، باتري اي 1240 ملي امبير، هذه هي بطاريتها، صغيرة جدا. بسم الله. وهذه الكاميرا، لازم أجيب لي كاميرا ثانية تكون هي تصورني وتزين إعداداتها من نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي كاميرا السوني زي في داش 1. خلينا نشوفها من الأعلى، هذا من الأعلى. فيه زر لتصوير الفيديو وزر للتصوير العادي، هذا التقريب والباد، وهذا الزر خلوني أقلبها لكم. أتوقع هذا الزر حق البوكيه او وضعيات البوكيه اللي نختارها. حاطين من الاسفل مسمار او حامل عندنا، ومعها حامل ترى على فكره. عندنا هذه الفانكشنز، ازرار الفانكشنز، وشو بعد عندنا؟ مدخل البطاريه زي كذا، البطاقه او الذاكره الخاصه فيها. يلا نشغلها. هذه اللغه العربيه، حاط لي الكيو ار كود، يقول لي انه اذا انت تبغى تحمل الابلكيشن. ترى على فكره من مميزاتها اقدر اربطها مع الجوال واسحب على طول البيانات وارفع مقطع الفيديو. الحين يا سلام الشاشه، وهذه الشاشه، فصار هذا شكلها. هذا لا، وشعر على جنب بعد. زين بحط له كاب ولا البس الطوق. خلوني الحين اشوف الجي بي او الجيم بول، هذه العصا الخاصه فيها. نفتح، شفتوا هذا المسمار اللي قبل شوي تكلم عنه، وهذه ممكن تنقلب وتصير ستاند، وهذه الازرار اللي انا اقدر اتحكم فيها، لوك وافتحها، الفوتو فيديو اقرب وابعد. والحين هذه التجربة مع الفرو حق الميكروفون. طبعا هي موجود فيها تقريبا 3 ميكروفونات من الاعلى، وهذه الثلاث ميكروفونات تخلينا يعني نسمع محيط الاصوات والتركيز فيه بشكل عالي. طيب خلوني الحين اجرب كيف لو استخدمت ميكروفون خارجي. واضح الصوت الآن. هذا مايكروفون السنهايزر، وشبكته في أعلى الكاميرا بالجاك حقها. فالحين هذا هو الصوت، طبعا بيكون جدا رائع للفلوجرز، خصوصا انها 24 ومعطية كأنه مساحة الوايد انجل او زاوية واسعة. انا عجبتني حركة الاوتو فوكس اللي فيها، هذه بتفيدني جدا جدا لما ابغى اسوي مثلا مراجعات. شوفوا كيف جميلة جدا.